قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. عيطت لي اختك هناء. اوف خلاتينا صاحبي. هناء باغي نكون معاها في هذه المرحلة في الدار. قالت لك محتاجة ليا نكون. لا صالح. كاينة شي حاجة أكثر من هادشي. شي واحد في الدار وقالت لي شي حاجة. شنو؟ تكلم. النتيجة ديال التحاليل خرجت. صافي ما تقول والو. صافي ما تقول والو. تقول والو. قول شنو وقع؟ شنو هي النتيجة؟ قول. انت ماشي ولد سي سعيد. تهدن اخويا دير عقلك. دير عقلي. دير عقلي هذا. صافي 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 هذا وخسر. صافي مالك صالح. كاسك سالم. مالك صالح. سالم الدور ديالي. سالم الدور. مالك؟ اسمع لي ما نقدرش نمشي للدار. ما شفتيش هو غير شاك اش دار. ما متاكدات الشكوك ديال مارس اش غادي يدير. انا ما قالت لي هناء بلا باباك فاش عرف الحقيقه هدد باش يقتل ماماك. وملي رجعت للدار ما لقات لا ماماك لا باباك. يا ربي هادشي كله واقع وانا ما سايق الدنيا اخبار. تعرف ما عارف واش ندير. مربوط في كرسي. صالح ما تقولش هاد الهضره راه ماشي وقتها. اسمعني يا صالح دابا خصك تكون راجل. سمعتيني؟ خصك تمشي تقلب على ماماك وباباك. يا ربي وحتى ما كانش باباك كاع. المهم هو الانسان اللي رباك وعشتي معاه هاد المده كامله. حميد انا كنتمنى يكون هذا غير حلم ونوضو منه. هذاك السيد ما لقاش احسن منه كاب. ما باغي حتى واحد يكون في بلاصتو كاب. ودابا يلاه نمشيو. امك واختك راه ما محتاجين ليك. نمشيو اخويا حميد نمشيو. حميد وي
المغامره ما وقعت الباب كيبقى محلول. بلي بحال ما كاين حتى واحد. هنا هنا ماما ماما هنا الباب محلول وما كاين حتى واحد، دونك كاينه شي حاجه. يا ربي السلام وصافي. عرفت اش ندير؟ نمشيو نشوفو عند دار خالتي سميه صاحبة الوالدة. يلا اللي ما كاين حتى واحد. نايت لا في التليفون ديالها. الو الو خالتي سميه، انا صالح. صالح الله يا وليدي، فين هاد الغبره؟ واختك من الصباح وهي قلبه عليك دنيا. فين هي دابا خالتي؟ مشينا للدار ما لقينا حتى واحد والباب محلول، جينا باش نسولوك حتى هي ما كايناش في الدار. خالتي راني مشوش، الا كانت فراسك شي حاجه قولها ليا. ملي خرجتي من عندهم من الدار خليتيهم غارقين في المشاكل. ايوا دابا كون ما لقيناش هذاك المهدي مسكين، واخا غريب علينا باش يقلب معنا بعدا غير على باباك وعلى ماماك فين مشاو، ما عرفناهم واش طاروا ولا نزلوا، واش الارض اللي بلعاتهم ولا شنو كاين. ما علينا. هناء فين هي دابا؟ هناء هناء اختك؟ لا غير جاتها واحد صدمه عصبيه ودابا نقلناها للمستشفى. واخا اش من سبيطار مشات ليه؟ صافي شكرا. لا لا نمشي عندها دابا. الله يعاونك. ياك لاباس شنو بيه؟ هنا جاتها كريز بالدور السبيطار. يلا صباح. هادشي اللي مكتب علينا بغيت نعرف اخويا حميد، شنو درتي لي انا وياها؟ شنو الغلط اللي ارتكبناه باش نستحقوا عليه بحال هكايا؟ دابا ماشي وقت هاد المحاسبه، كاين ما هو اهم. عندك الحق اخويا المهدي، دابا اللي خصنا نعرفوه هي فين هي خالتي شريفه وعمي سعيد. راه ما فيش كنت كيتحاسبوا، كيقلبوا على شكون المذنب وشكون اللي بريء فيهم. بس كنتمنى نكون حاضر معاهم نشوف غير بعيني النتيجة. سعيد اللي غادي يجي النهار وتلقى راسك هاز هم الدنيا كله. المرة اللي نقضتيها من الموت ودرتيها مرتك ها هي كترد لك الصرف، ولكن الحساب على الاخر شحال قدها تهرب مني شحال. ما يمكنش
إذن هاد المرأة ما كتكتبش علينا؟ ولكن الحالة ديالها ما كتبينش باللي هي عادية، هذا علاش حتى واحد ما صدقها؟ العمي سعيد هادي هي مراته، ولكن كيفاش وعلاش مشات لهاد الأماكن المشبوهة ما عرفتش. وما نطقات حتى بكلمة نعمس، عينها غير شاردين. إيوا على حسب المعلومات اللي عندنا نعمس العميد سعيد هو راجلها، وحتى هو متورط معاها في مشاكل كثيرة، وهاد اليامات راه قدم الاستقالة ديالو كتابيا. بلاتي بلاتي غتجيب لي الملف ديالها باش غادي ندرسو مزيان. على حسب المعطيات اللي عندنا نعمس العميد سعيد كان كيتردد على مستشفى الأمراض النفسية قبل ما يقدم استقالته. الزوجة ديالو فين لقاها ليها القبض وعلاش؟ في محطة الكيران مع متشردين، وكانت في حالة يرثى لها، ولقى وحدها خنيشة ديال المخدرات. يعني كتبغي تقول هنايا بأن حتى هي شوية هي نعمس؟ إذا خصنا نتصلوا بالنيابة العامة باش نحولوها للمستشفى عوض ما نصفطوها للحبس. غتجيب لي السيدة وغادي تخبر الدورية، غتقول لهم باش يحاولوا يلقاو العميد السعيد، لأن كيخصني نشوفو شخصيا. تفضل. جاتو ليا الفوق؟ ايه ناعسه. خصني واحد الشوكه نعطيها ليها اليوم. اي حبله شوكه احسن. وزيدون دوك الشوكات ديالك هما اللي وصلوها للكلينيك. كلينيك؟ ايه. وعلاش؟ وما عرفتيش علاش؟ ندوي معاك بصراحه بصراحه. الدويا لالا؟ دوك الدويات ديالك هما اللي خرجوا عليها. مالها الباب محلوله. مس الخير لالا جميله. مس الخير سيد الحاج. بارك الله لاباس. كيبقيتي شويه؟ ايوا من الحامدين الشاكرين، من وجد خيرا فليحمد الله. الحمد لله الحمد لله سيد الحاج. وعلى ما حلا انا طالعه عند لاله توريه. لا غير اللي بغيت نقول لك انا لاله زويده، الحاجه توريه راه ماشي في الخير. ايوا اش غادي نقول لك؟ الله يخرج العاقبه على خير. ايوا دير خير ما تلقى باس. انا اش عملت ليها سيد الحاج؟ لا لا انت فهمتيني غلط، لا انت ما عملتي لها والو، ولكن الدواء راه عملها مايلو. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لك انا. ايوا سيري سيري فكي جرتك معاها، كيقولوا زمان فكها يا من وحلتيها. طوال لك اللسان، حسابي معاك انت هو الاخر. كيف شهدك ديري؟ لاباس مالك؟ اش واقع لك؟ هما اللي ما عرفتش. ويلي انا ما عرفت؟ واش انت مكرفس؟ وكل العصا الدم كينزل من راسك وما عارف والو. لا ما عرفتش. شنو اسمك الله؟ انا سميتي سميتي بقيت عاقل على هاجي. كيفاش تكون هربان انت من البوليس والهربان من شي واحد وخايف لا تقول سميتك؟ لا 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 بوليس لا لا لا. شي راسي هذا هو على من كنقلب ما حقل على والو. عجينا نشكلها كيف ما بغيت
ونخلق منها كل ما نويت. مولاي شريف قولي شوي عليك، واش عارف راسك انت فين دابا؟ لا ما عارفش. اسمح لي انا غادي نمشي لداري. تبغي نديك انت لدارك؟ ايه ديني لداري، ديني. كتعرف داري؟ كتعرف؟ واش حتى دارك ما عارفاش؟ ما عقلتش، ما عقل على والو. واش غادي ندير؟ خليك في الدنيا المقطوعة. الليل هذا اركب يلا معايا. زيد شوي عليك. الله يا ربي مباركة. نعم لله. أجيب الخاطر. أجي الحبيبة. هنا لله نحضر. أجي مباركة. أجي حبيبة. أجي لله هيك ما طلعت لك السخانة أو تاني. أجي مباركة شوية ياك. أجي مباركة. مالك لله؟ زاد لي الحال. ما يكون عندك بس لله. وقيلة مباركة قربات ساعتي. الله ينشيك لله. الله ينشيك. كتعقلي مباركة من جابك باباك؟ بابا؟ با وانتي كلك مضروبة وزرقة ومكوية بالعافية مكرفصة عليك هذيك مرت باك. كتعقلي مباركة ياك؟ عاقلة لله. وما ينكر الخير غاود الحرا ولا اللي ما عنده أصل ياك. وقلت لك غنديرك بحال وحدة في ولادي. كاينة لله و عاقولي خلاصش من باطل غطيحي عليا. حاشا الحبيبة ما كاين لا صح ولا باطل. هذا غير شي كلام وشي هضرة بغيت نقولهم لك. وانتي يا باركة ما تزيدي معايا لا هضرة لا حتى حاجة. اقولي قولي لله اخوي خود قلبك عليا. باركة عندي واحد السر كبير ما كيعلم به غير الله واني غندخلك فيه حتى انت يا باركة. وهذا السر باركة ما نبغيهش يخرج حتى تزهق روحي ونمشي عند سيدي ربي. غير تهنا يا لله غير قولي الله يطول لينا في عمرك. وحرير القضية حامضة. وحامضة وسكتي غير بقى كاس قدس. أنا متفق معكم هذا الملف ديال النحس والنهار تفتحوا مع ابواب الجحيم. والعميد سعيد ماشي هو الضحيه الاولى ولا الاخرى. كل شيء تاج داس قدامي هو المعمول نعمس. على حسب المعطيات المتوفره عندنا العميد السعيد ولا كيشكل خطوره على نفسه وحتى على غيره. ولهذا خصكم تلقاو عليه القبض دابا بزاف الله قبل ما يفوت الفوت. دابا نبغي نعم. واش تاج قلت لك وانا نتحرك نو
مدام سمية صباح لاباس عليك؟ صباح بخير. صحة لاباس؟ الحمد لله على سلامتك بنيتي، الحمد لله على لطف الله. الله يسلمك ويشفيك خالتي. خرجتها من نخلع خالتي سمية. في ماما خويا صلاح فينا هو؟ لا هما ماجيين، هما ماجيين. شوف دابا ما تديها حتى في حاجة، ديها في صحتك وصافي. يا خالتي راه صغير قام بابا يقتلهم. صافي غير تهني، خوك صلاح وصاحبو حميد داروا الاجراءات كامله، دابا كنتسنى الوقت يتوقف على رجلك ان شاء الله. بنتي يا بنتي هاد الكاسيطه مباركه غادي نعطيها ليك، وما نبغي تحد يسيق لها الخبار ولا يشوفها من غيرك انتي بوحدك. هاد السر نبغي يبقى بيني وبينك. غيرت هنا يا لله ونعسي على جنب الراحة، سرك كبير. منين موتة مباركة؟ منين تموتي اش غندير بهاد الكاسيطة؟ وزهق روحي. الله شوية عليك لالا، بشوية عليك. نبغيك تعطيها من يدك ليد ولدي المهدي، تنموت وتخرج روحي. الله ينجيك لالا، الأمر بيد الله، الله يخليك لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولي سمعك مشرفينا سيدي. انت ولا الأستاذ ديال هاد العمارة؟ يا سيدي أنا فين كيسكن العميد سعيد. أنا سيدي وهنا دابا؟ لا هذه هو البارح، جا زربان وخرج زربان والدم في يديه. هذه هي ما باش لي سي سعيد هو هذا. مراتو؟ مراتو شحال هذه ما شتاش. والله يهديك لالا، ها انت اللي ما بغيتيش تكملي الدواء ديالك وهربتي لهم من الكلينيك. احياني عاش من الكلينيك، ما بقى ينفع معايا دواء مع هذا المرض الخبيث. ويلي لالا ما تقوليش هكاك، شتي لالا مازال تكسبي صحتك ودقي ودردقي علينا. حياني يا مباركة، هاد الهضرة اللي كنتي كتقولي أو كتقولي كنت كنبغي نسمعها مني كنت باقا بصحتي، أما دابا بحال هاد المرض ما كترحمو غير الموت، الموت هي اللي كترحم بحال هاد المرض. هي والله يرحمنا جميعا لالا. يعني دعي معايا مباركة. والله لالا تندعي معاك. يعني الله الله يرضي عليك يا بنتي، الله يرضي عليك. هذه راها امانه في عنقك، وياك وياك بنتي تفرطي فيها. غير تهنا يا لالا، غير تهنا. تكيسي على راسك. يا ربي لاباس. لطيفة هاجي هاجي نقول لك هاجي. اشنو هاد المريضة جديدة؟ إلا من الله عاش بيها مسكينة، كيقولوا عيش نهار تسمع خبار، وحنا في هاد السبيطار كنعيشوا عجاب وقصائص وغرائب، والناس كيدخلوا حالهم ما كيعلم به غير الله. ايوا بلاتي اختي بلاتي، انا غادي نمشي نشمشم ونجيب لك خبارها من طقطق حتى السلام عليكم. انا خايف ليكون عمي سعيد داير شي بلا، يا اما في راسه ولا في خالتي شريف. انا كيبان ليا خصنا نتصلوا بالامن. تصلوا بالامن؟ بابا راه هو الامن يا حسره. زعما صلاح دابا خصنا نعرفوا مصير الوالدين ديالك باش نحقق لك معلوماتك. هادوك ما عارفينهمش واش والدي ولا لا. ماشي وقت التحقيق دابا،
وانا متاكد بان كاين شي غلط في هذوك التحاليل. انا كنقترح كلشي تعاود من جديد. اللي كنتمنى دابا هو انه اختي توقف على رجلها جبهم فيش في كلشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. فين يا الدكتوره اللي تكلم عليها المهدي؟ وانا قلت زبيده. زبيده صاحبتي هي اللي تقابلني في هذه المحنه. سمعت وريا هذيك زبيده راه ممرضه ومعرفتها في الطب محدوده والنتيجه حنا كنشوفوها. اسكت انت الحاج. اسكت انت الحاج وخليني لك. انا راني قاده براسي. والعناد ديالك مازال زايده فيه. ايوا سيدي انا غادي نموت. وتهنى ليا مع راسك. اتوريا يهديك الله. واش حنا عارفين دابا السابق من اللاحق؟ راه لا دخلتي تشوفي الطبيب. زبيده عيطوا ليا زبيده. عيطوا ليا زبيده. وانت الحاج خليك بعيد. خليني نموت. خليني نموت موته وحده كاينه. لا حول ولا قوه الا بالله. حمان حمان عمسي حسن حميد حميد عمسي هذا السي عبدو صاحبي. مرحبا. غتعطيو الساروت ديال البيت اللي حدا الدار. نعم سي. واي حاجه طلبها منكم تحضروا له في الحين كل فرح ورا في استطاعته باش يساعدكم في اي حاجه طلبتوا منه. نعم سي. وحاجه اخرى. نعم. لا 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 هاد السيد راه ما عندوش معاه. واضح. نعم سي. بلغوا الخدام الاخرين. نعم سي. اهلا وسهلا. مرحبا 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 مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بك سي عبدو. ها اجي تصور شي كويس ديالاتي. تفضل. حميد واش شفتي على كرم نزل على خونا؟ يا سلام عمرك شتيه دار الخير بشي واحد ورا العجب هذا. انا بعدا راه ما صدقتش ودني ملي سمعت يقول لك هذا السي عبدو صاحبو. انا بعدا من النهار اللي عرفته بلا صاحب. يا ودي لا اله الا الله اصل عالم الله اش كينتظر هاد الضحيه مسكين. تاهو اقول الله اعلم. ولا السيد تاب واستغفر الله وبغى يرجع الطريق وبغى يدير شي خير. واش حماقت يا حميد؟ واش هذا كيجي من وراه شي خير؟ دار مزيان حتى مع مراتو اللي ضحات معاه وعطاتو دم جوفها. مالها مسكينه اش دارت ليه؟ واش صرفات فيه العار حتى يقلب يضحيها؟ المصيبه العظمى هي ان راه باقا في دار غفلون. راه باقا ما عرفاش هذاك الورد اللي خلاو ليها والديها هاد الوطيل وهذيك الدار والقهوه راه مولاو سميتو من بعد ما كتبت ليه الوكاله. وشيطان واش من شيطان هاد السيد هذا. بونجور. بونجور. راه جانا واحد اخر بسم الله الرحمن الرحيم. داكوغ. جبت لك واحد التبرقيقه فعلت هكا. ديالاش؟ ديال هذيك المريضه الجديده. ايوا واش من قدر جاب هاد الصغيبيه لعندنا؟ ما تغركش المظاهر هذيك راه ما مسكينه ما والو راه غير كتمسكن. هذيك الحاله اللي فيها كلها ما بقاتش فيك تبقى فيا. انا مالايا مريضه بصح راه غير دايره هبل تربح. ايوا باش عرفتي هي مقدم السبيطار متهومه في واحد القضيه ما فيها ما يتعاود. ها وهي دير هاد التخريجه ديال الهبل باش تخرج من باب واسع. قولي الله يستر. راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. الدكتوره وفاء هي اللي غتاكد لينا هادشي. بالعكس الدكتوره وفاء هي اللي غتعاون معاها وغتاخذ بيديها. انت كتعرفي بلي الدكتوره وفاء كتعاون مع المرضى. انا غنمشي ندي المريضه لغرفه الكاميرا كيما قالت لي الدكتوره وفاء باش تراقب التصرفات ديالها بلا ما تحس. وانت يا الله يعاونك على تبرقيقك.
للأمان الكليب اللي كيعجبني. كيعجبك؟ يلا بلسي تفرج. بصح ولكن ما ساليتيش غالك، راك عارفة ماما واخا مريضة راه ما تفكش معاك. شكون؟ أمي الحاجة. شناهي هي؟ أمي الحاجة؟ يا ربي تسمك. لا 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 أمل بالعكس، شتي أمي الحاجة من النهار اللي مرضت تزاد عليها الحال قلت لي ديما نبقى نعيط لها أمي الحاجة. اه وكملاتها وجملاتها هي من اللي تاقت فيا وعطاتني ال شنو عطات؟ دوي شنو عطاتك؟ عطاتني شنو عطاتك؟ عطاتني هضري شنو عطاتك كنبار؟ عطاتني الكلام الحلو. اه حيت شتي دابا لاتوريا من نهار اللي تبدلات ولات كتعطيني على الكلام الحلو. راه غير شي تجربه كديرها ردي بالك. ويلي لا لا مالش من تجربه، مسكينه من الصباح وهي كتوجع. علاش مسكينه كتوجع؟ انا عطلت عليها كنت انا عسا. امتى؟ عاد دابا. عاد دابا واقيلا قبيله، اما دابا طلعي تشوفيها مسكينه حالتها تشفي العدو. علاش ما قلتيها ليش؟ ويلا شفتك اجي للامان سيري طلع معايا.